ملعب دويرة واحد من المشاريع الكبرى التي تنجزها الجزائر لفائدة الشباب والرياضة، لتحوز بذلك ثاني أقوى بنية تحتية لملاعب كرة القدم في إفريقيا. منشأة فنية رياضية تتسع لأربعين ألف متفرج. ملعب الدويرة يحمل اسم الشهيد الرمز علي عمار المدعو علي لابوينت. الملعب يضم جناحاً رئاسياً وجناحاً خاصاً بالشخصيات الكبرى والصحافة، فيما يميزه مركز مراقبة انتهت أشغال وجهته الخارجية، حيث توجد مكاتب إدارية وإقامة اللاعبين، إلى جانب غرفة المراقبة التي تعتبر القلب النابض للملعب. نسبة الأشغال بلغت حالياً 90%. مجهز لاحتضان مباريات الدولية صنف فيفا. تكون الملعب من عدة مساحات، الملعب الرئيسي وملعبين للتدريبات ذو مجهزة بالعشب الطبيعي. الملعب مجهز بقطب طاقوي لتزويد بمختلف احتياجات الملعب وعدة أجهزة. هذا الملعب يحتوي على الدعائم الواقية من الزلازل والتي تسمى بالأجهزة المختصة للصدمات الزلزالية، وتنقسم هذه الأجهزة على مستويين: الطابق العلوي المسؤول عن تثبيت وحمل الهيكل المعدني الحديدي، والطابق السفلي المسؤول عن تثبيت واستقرار البناية الخرسانية. أكثر من 800 عامل يبذلون قصارى جهدهم لإنهاء الأشغال في أجلها المحددة، يعملون بنظام 3 في 8. المدخل الرئيسي زين بجدارية المولودية وتاريخ إنشاء هذا النادي الرياضي العريق، فيما تغطي الأرضية حجارة البازالت البركانية والجرانيت من نوع الجالاكسي وفسيفساء صخرية مشخصة بملعب الدويرة، مواد كلها جزائرية الصنع. أرضية الملعب مغطاة بالعشب الطبيعي، أما المدرجات فأنجزت بطريقة تضمن راحة المتفرجين. تعلوها شاشات عملاقة وشاشات إشهارية زود بها هذا الملعب دون سواها. أنا فرحانين بالسطات اللي راح نشنوها إن شاء الله، ومع سيرتو العام هذا مولودية وملح، وإن شاء الله يكون فيها الخير علينا وعلى المولودية إن شاء الله. اليوم نرمسي البريزيدون دو ريبوبليك على هذا الجست اللي داروا، باسكو سي لو سول اللي خمم علينا. ملعب علي لابوينت ان شاء الله انا فرحانين به، ملعب يلمنا كاع تاع مولوديه ان شاء الله، وان شاء الله مازال الخير القدام ان شاء الله دينا الشامبيونا. ملعب الدويرة علي لابوينت الخاص بالفريق العتيد مولودية الجزائر إنجاز رياضي مهيكل بخصائص تقنية وفنية تستجيب لتطلعات شباب الجزائر العاشق لكرة القدم.